صباح الفل يا جماعه. الموضوع النهارده في غايه الاهميه. دلوقتي لو انت عملت حاجه حلوه قوي وعايز تكافئ نفسك بمكافاه بحاجه برضو خفيفه كده ولايت، المهم ليك اوبشن واحد، انت تختار حاجه بين الاثنين، بين الويفر وبين التشوكليت. هتكافئ نفسك بايه؟ اختار حاجه واحده بس. واحده بس يعني مثلا واحده بس. الكلام ده ليكوا انتوا كمان، عشان الكلام ده هينطبق عليه حاجه مهمه قوي. المفروض هتختار ويفر ولا هتختار التشوكليت؟ معاك 3 ثواني تختار. 1 2 3 الاجتماع خلص، النتيجه الاستوري الجايه. دي الاستوري الثانيه. انا اخترت مش عايز اعرف كده كده، مش هنزعل اي حد. تويكس هيرفل ان الناس اتقسمت نصين، نص اختار الويفر ونص اختار الشوكليت، عشان كده قررت ما تزعلش اي حد وطلعت بالاختراع الخطير ده، تويكس ويفر رويس. ده اختراع جمع بين الحاجتين، جمع بين الويفر وجمع بين الشوكليت، الناس اللي بتحب الكريسبي والناس اللي بتحب الكريمي. يعني الاختراع ده ميكس بين كل انواع السعاده اللي موجوده في الحياه. قلت لك مش هنزعل حد، خد دوب.